الحقيقة النهاردة من داخل الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات جلسة نقاشية مثمرة يعني لأبعد حد. الناس طرحت عدد كبير جدا من المشكلات، إن شاء الله هيتم نقل هذه الأفكار والأطروحات والمشاكل وسيصاغ يعني بشكل توصيات، ويتم نقلها لإدارة الحوار الوطني إن شاء الله. هذا اللقاء تطرق إلى قضايا وحقوق ومطالب أصحاب المعاشات، وكان حوارا جدا. في توصيات خرجت من هذا اللقاء، وهناك مذكرة شاملة لتكون في يد السيدة النائبة لتقدمها إلى الجهات المسؤولة، سواء إذا كان في اللجنة التنسيقية أو إدارة الحوار الوطني، أو في نفس الوقت لمجلس النواب ولجنة القوى العاملة كطلبات أحاطة أو مشروعات قوانين.